أنا محمود باسم الفقير، عمري 19 سنة، أدرس هندسة برمجيات بجامعة العلوم الإسلامية. بداية حاب أسألك، إيش في نقطتين أو ثلاث نقاط أنت كأمين عام للمجلس، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اشتغلت عليها للطفل؟ طبعا في البداية عمي أهلا وسهلا فيك، وإحنا إن شاء الله نتمناكم كشباب الأردن كل التوفيق والنجاح إن شاء الله، وبالمستقبل أنتم تكونوا مستلمين محلنا ومستلمين وزارة إن شاء الله ودبلوماسي، لأنه أنتم ننظر لكم كمستقبل. طبعا إحنا كمجلس وطني لشؤون الأسرة دائما نهج عملنا نهج عمل تشاركي مع مختلف المؤسسات، وأي إنجاز ما بننسب الفضل فيه فقط للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بقدر ما بننسبه لنهج العمل التشاركي. الحقيقة في كثير من الأمور اللي عملناها في المجلس بالتعاون مع الشركاء بتصب في مصلحة الطفل الفضلة، لكن أهم ممكن ثلاث أو أربع شغلات أذكرها. أنه في عام 2014 الحمد لله وبنهج عمل تشاركي مع مختلف المؤسسات استطعنا إصدار قانون الأحداث. ثالث شغلة كمان بنفتخر فيها كمان عملناها في المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع الشركاء، أنه استطعنا نعدل الفقرة 2 من البند جيم من المادة 62 من قانون العقوبات. الشغلة الثالثة اللي عملناها اللي هي حملة أطلقناها بالتعاون مع اليونيسف، حملة للتوعية بهدف الحد من العنف الواقع على الأطفال في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هاي الحملة بدأت في 11/7 من هذا العام عام 2017، والحمد لله يعني هذه الحملة حققت نتائج طيبة، وبحيث شارك فيها ما يقارب 15 مليون مشارك. وفي شغلة هلأ كمان نشتغل عليها اللي هي إعداد قانون خاص بحقوق الطفل، لأنه جرى في السنوات السابقة محاولات عدة لإصدار هذا القانون. حاليا نعمل إحنا والعديد من الشركاء وعلى رأس هؤلاء الشركاء المجلس القضائي بحيث نعد قانون عصري خاص بحقوق الطفل في الأردن. وفي العديد إن شاء الله من البرامج اللي قد لا يكون تتسع المقابلة أنه لذكرها. اليوم أنا الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وكأمين عام للمجلس رح أشتغل على نقطتين. النقطة الأولى هي التكثيف العمل على مكافحة أعمالة الأطفال مع الشركاء الاستراتيجيين. النقطة الثانية تكمن في تعزيز الثقافة للشباب المقبلين على الزواج على كيفية التعامل مع الأطفال، وخصوصاً في حالات وجود إعاقة جسدية أو عقلية أو تعليمية. بتمنى من جميع الشركاء العمل معنا على تحقيق هذه النقاط لتحقيق المصلحة الفضلى لأطفال الأردن.